شباب كفو كفو كفو، شكراً شكراً. شكراً مينات، thank you. مش مبين اليوزر. شباب بربكم ساعدوني أوصل ألف، وصلوا لألف. thank you. انقلع thank you. انقلع يا عيد الفلبس، انقلع انقلع. شكراً شباب، لا تقولي لي تلعب بمشاعر البنت، أصلاً البنت ما عندها مشاعر. thank you. أنا أنا ما عندي مشاعر، الله يسامح. عندك، الله يساعدك، عندك والله، بس يعني مو قوي، يعني شوي كده، يعني على قد على قدك، لأنك أنت قصيرة صغيرة زي كده. من طولك أطول منك. أوكي بس من طولك. شكراً. لا والله ما أنت من طولي، أنا أطول منك. إيش اسمه؟ شوف كبسو كبسو كبسو. إذا من يحفل الملاك يحفل يا أختي، خلاص بيعي ذهبش، سوي شيء ولا شيء. شكراً. thank you thank you. شو أحكامك؟ كلها غيرنا مني من نفسي ضيقة. من زينك عاد، مين اللي بيغرمك؟ كوكو يلا فرص نصب. ايش بدك؟ مشاعر صقرة. شو فرس مو موجود؟ الحكم الأول. شو؟ الحرب. أسألك سؤال صريح وتجاوبنا عليه. الحكم الثاني. بلعب بوم. الحكم الثاني. توقف على الباب. بداية قاعد أقول لكم ما حد يتدخل بعلاقتنا بصداقتنا، سواء كان حب أو صداقة أو مجرد بزنس نصور مقابل مع بعض، ما حد يتدخل، لأنكم أنتم الحين مو بعارفين وين راسكم. الحكم الثاني. الغلط في الموضوع، فهمتوا؟ فانقلعوا لا حد يكون يتدخل، يعني ما أنتم عارفين تدخل بالكواليس. شو؟ ها عمري. الحكم الثاني. امدحها ما امدحها. ها؟ الحكم الثاني. توقف على الباب. الحكم الثالث. الحكم الثالث ترقص على شك شك شك. ولك من وين جايبها الأحكام؟ من عندي. طفي طفي. سينا سيني بعزة، سينا بلاد عزة. طفي طفي بقلب شيء. ايش؟ ترضي على زوجك المستقبلي إن شاء الله وأبو عيالك يطلع يرقص على شك شك، وشو بيقولوا عن الناس؟ ترضي؟ عادي عادي، أبهم رقاص بنحكي. يطاوع قلبك تقولي له الحكم؟ عادي. شو عادي؟ لا مو بعادي، مفروض إنك أنت تغاري علي، تزعلي علي، ما تخلي أحد يقول لي الحكم. أنا أسمع شك شك شك. عيب. اوكي ماشي خلص، بغير الحكم الثالث. يلا غير الحكم الثالث. الحكم الثالث يا سقر يا خلاص سجر. انا ما وافقت على الحكم الاول، اسالي سؤال وبجاوب بصراحه. يلا اوكي. ايش اسالوا يا اخوان؟ احكوا لي. خلاص ارمي الورده من وجهك، ترك بشيلها اعدم حلوه ريحتها. اوكي بتحبني ولا لا؟ غير هالسؤال. ليش؟ يعني مش انه بتحبني ولا لا، هلا اوكي انا بعرف انك بتحبني، بس انه يعني بتحبني عن جد، يعني انه كيف اقول لك، يعني انه يعني استنى شوي.
اوكي مش عارفة كيف يعني احط لك اياها، يعني انت بتحبني ولا لا؟ من قلبك من قلبك من قلبك ولا لا يعني؟ يعني ما بقدر اقول، معليش. ليش؟ انك هالسؤال انت سالتيني وجها لوجه صح؟ شو قلت لك انا؟ جاوبتني وجاوبتك وقلت لك مستحيل انه اي شخص قدامك كذا بتساله بهالطريقه بيقول لك لا، فحتى لو كان ما بيحبك بيجاملك بيقول لك اه. فانت ممكن عشتي معاي يومين ثلاث ايام اربع ايام وطلعتي معاي ورحتي معاي، فممكن انك حسيتي بهالصقر يحبك او ما، عاد يرجع لك انت شو حسيتي؟ شباب معلق صح؟ النت عندك قطع. عندك انت قلت لك على حسب، انت يعني تعرفي على حسب الاربع ايام اللي عشتها معاك، يعني هل حسيتي بالحب ولا ما حسيتي؟ انت اللي تعرفي، فهمتي؟ اوكي طب يعني انه انت هلا من البدايه بتحبني ولا ما بتحبني؟ جاوب على سؤالي يعني. ايش فيك؟ انا قلت لك يا ملك على الاربع ايام اللي عشتي مع الصقر، انت بتعرفي بتحسي من نفسك، ما احتاج اني اقول. اوكي انا حسيت وعارفه، بس انه يحكي للمتابعين اللي عندك هون البنات. بقول لك شيء، بس انت مو بس احبك، انت قطعه من قلبي، فاير اشتاق لك كل لحظه كل دقيقه كل ثانيه. احس لما اطلع معاك احس ما ودي الوقت يخلص، ودي اقعد بس معاك. ودي أسأل عليك كم مرة في اليوم أطمن أقول لك وين طلعتي وين رحتي وين جيتي؟ كتير. وليش لابسة هيك ولا تطلعي هيك يا عمري؟ تقعد الله يخليك لك يا رب. هلا بالله بالله والله عن جد، يعني لو ما صار نصيب، يعني أنا بحكي هلأ حكي للمتابعين، لو ما صار في نصيب بيني وبينك أو لا سمح الله أو هيك، أكيد يعني أكيد أكيد مش رح أحقد على صقر أو صقري رح يحقد علي، لأنه بالنهاية في خبز وملح بيناتنا، وأنتوا نفس الشيء أكيد، يعني مش رح تحقد علي ولا على صقر وهيك. يتحيالك. ليش بحقد عليك؟ بيحقد عليك والله. ديري بالك. شوفي بقول لك شيء، إذا ما صار في نصيب فالخطة بقولها لك في الخاص شو بنسوي، بس المهم إنك إذا ما صار أول خطة اللي بقولها لك قدام الناس، إذا ما صار في نصيب أسبوع، لا مو أسبوع، نص شهر، ما تدخلي على موقع التواصل الاجتماعي ولا تردي على أحد ولا تنزلي تصرحي ولا تقولي أي تصريح. سكاتي بكاتي. وأنت جاي بتعلمني؟ بدل ما يحكي عشان ما تقضي. حطيت احتمال انه ما في نصيب؟ انا ما بحكي، ما حطيت احتمال، انا عم بحكي لا سمح الله، لانه الدنيا ما فيها مستحيل، يعني كل شيء جايز بهالحقيقة. انا بحكي لك انا يوم كلمت امك صح شو قلت لها؟ قلت لها لو جيت طلبت ملك بتوافقه ولا لا، وحكيت لها انا بدي اتجوز ملك وهيك. شو قالت؟ حكت اهلا وسهلا، لنا الشرف بصقر بانسان مثلك. شوف كبسه كبسه يا رب. كبسه 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 كبسي يا رب، بلا كبسو. كفو 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 التكبيس يا رب، على التكبيس. ترى احكام صرخة. كفو حربي كبس. والله انكم كفو، والله عن جد هيك بتكفى فيكم. انا اسمي انت والله لو انك عندي في السناب، لو السناب شغال عندك كنت بعيشك معاي. اسمي الحقيقي ملك، فبس انه هون انجي اكتر شيء، يعني انجي معروف.
بحكولي ملك ولا انجي؟ بقولهم ملك اسمي الحقيقي، شكرا بس لكم الدعم الإمامي، الله يسعدكم. بس معروف بملك ان شاء الله. يلا يا جماعة، يا عيب يا عيب، عندكم داعمة في البث نزلت 8000 نقطة وما وصلت 1000 ميمي، 649 الحين توصل فوق 1000. ضيفوا له ضيفوا له الله يسعدكم، والله ادري ما بتخسر شباب، ضيفوا الدعم الاولى وصلوا 1000. يا عيب يا عيب يا عيب، فضحتونا بين عربا، فضحتونا. دعم دعم عند فكر ما وصل 1000، يا عيب. وش بيقولوا عنا الناس؟ وش شكرا زفت، ضيفوا ميمي، ضيفوا ميمي، ثانك يو، بلا ضيفوا، الله يسعدكم الشباب، وصلت 1000، باقي لها 25 بس. شكرا زفت، ثانك يو يا جماعه، ضيفوا ما تكسروا معي، ضيفوا شوفوا كم باقي لها، باقي لها 50 بس، والله العظيم انكم قوه، والله والله كفو كم سير ربع شباب، والله ما ينفع معاك انت السوالف، والله معليش ما تستاهل، لازم حماس. سكران شباب، كبسوا 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 شباب، بلش احد يخلط بالله وباقي دقيقتين، هو لازم نخلط يعني هسه، احنا لازم نقلد الناس اللي بيعملوه، مو ضروري زي نكون زي الناس، بس الناس باقي يعني 10 ثواني عشان ما تتعبي يدك وانت تخلطي بيدك. لا انا بحب اخلط، بحب اتعب ايدي، لانه برضه المتابعين بتعبوا ايدهم لما يكبسوا، فلازم انا اتعب ايدي زيهم. الحربي يا امر بالله، اخ فزلي، كبسوا 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 كبسوا. لك شو مالك حاط البطانية على مشغلي الكونديشن؟ الدنيا برد، روح طفيه. هلا بروح طفيه. بعدين ما حصلتي الا تلبسي هالبلوزة الخفيفة، البسي حداد قبل من كذا. ما الشتوي هناك محدود، خلاص سكري كنت البسي حداد قبل من كذا. شو كبسوا كبسوا كبسوا، الله يسعدكم. البث ناقص فواز، من زين فواز، ترى فواز ينكد بالبث. شو يكتب الحربي يا رب؟ ترقيت مسكت الشرق الاوسط، كفو يا الحربي. شباب قلت اكتب مبروك علي الحربي، ترقى مسك الشرق الاوسط في طيران ناس، مدير طيران ناس يا رب، اكتبوا مبروك للحربي. مكبسه اليود اليود تذاكر، شوف شو الصوت، اليود تذاكر من طيران ناس درجة أولى درجة شيء عند الحربي، اشتروا من عنده من البقالة حقه، هو عنده بقالة يجي طيران تذكرة. كم سيارة يا جمال؟ والله انت لب عينك يا هيبة، وشو فتى شرعب، فتى شرعب، الله شباب ضيفوا فتى شرعب يا جمال، قحفلوا 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 شدوا 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 جحفلوا 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 شاري جحفلوا يا يعني حبيبي، يعني فوزي عليها. طب جحفلوا ايوه جحفلوا فتى شرعب ما قصرت، ابن اليمن الله يسعدك، ابو الفيصل مارش ما قصرت، حنا ميمي ما قصرت الله يسعدك، محمد والله ما قصرت، شكرا ابو حسين، الحمد لله. تكسري حبه بيضة على راسك، شباب ضيف الدعم، شكرا كلكم، ما حدا يقصر مع المدعم، حبه بيضة على راسك، الحكم الاول، نعم الحكم الثاني، الحكم الثاني. بسالك 5 اسئله تجاوبي عليهم بصراحه. اوكي الحكم الثالث، الحكم الثالث، تدخلي داخل الخزانه وتقلدي صوت الغنمة 10 مرات. يلا اسأل الحكم الثاني. الثاني السؤال الأول. أوكي. شو؟ لا. شو؟ دقيقة خليني أفكر.
واحد بيقول لي بتحب السحول، شان السحول؟ السحول هاي مدينة، القرية حقي اللي أنا انولدت فيها. السؤال الأول، كم نسبة حبك لصقر من 10؟ ما في نسبة. كيف؟ ما في نسبة، ما لا نهاية. شو أكثر شيء بالحياة تخاف منه إنجي؟ شو أكثر إشي بالحياة بخاف الشخص اللي بحبه إنه يروح بشكل عام، مين ما كان، حتى إن كان من أهلي أو إشي، بخاف إنه مثلاً لا سمح الله يصير معه إشي. أو يعني هل تقصدين بالروح روح الموت أم روح الابتعاد؟ بشكل عام الاثنين. أوكي. السؤال الثالث، نقطة ضعف إنجي. نقطة ضعف شوف يا لا ري ما في شيء أخاف منه بصراحة. لا، نقطة ضعفك شو؟ أكيد كل واحد فيه عنده نقطة ضعف، يعني هلأ ممكن تحكي صرصور. نقطة ضعف إنجي الداخلية، يعني مثلا أنا صغير أنا أحس نقطة ضعفي طيبة قلبي، يعني ممكن أحد يجيني بالسوالف وبالكلام الحلو وزي كذا، ممكن يورطني، يعني لو يدخلني السجن بدخل معه. فهمتي؟ فهمت عليك. انت شو نقطة ضعفك بالحياة؟ برضه طيبة قلبي. برضه كمان يعني ما هو شفتك الولد قاعد يبيع، قال لك اشتري مني، شتيها برجلك كذا، قلت لي انقلع. وين طيبة القلب في الموضوع؟ وين انقلع في الموضوع؟ كان معاه حشيش بتتهبل؟ لا، كل هوا اصلا ما في شيء، انا قاعدة الف قصة من عقلي. كل هوا وين اصلا؟ وين شفنا ولد قاعد يبيع؟ لا، اللي عطيته هداك اللي اجا. لا، ما هو اجا طلب هذاك، عادي خليك منه. ما بدي اشتري اكثر. يا رب انها حنونة بصراحة. شوف، تعرفون اللعبة دي حق البوكس اللي تضرب؟ في ولد صغير مشى وقاعد يسوي كذا وهي بعيد، وشالته وخلته يضربها. انا باللحظة دي كان ودي اني اجي الحكمة. السؤال الثالث، السؤال الثالث، شو هدف إنجي في الحياة؟ طموحك شو؟ شو طموحك؟ طموحي أول إشي أصير طموحي. طيب هو يعني بغنيها أنا. أول إشي أصير محامية، تاني إشي أفتح بيت، يعني هدفي عادي، يعني هدفي إني كمان أتجوزك، نخلف عيلة، نروح هيك بيت بعيد، كون في عنا عائلة هيك حلوة بسيطة، أطبخ وأنت هيك، يعني حياة بسيطة جدا. تمام، كمل. السؤال الخامس، شو جاء في راسك ولا في بالك ولا في قلبك أول ما شفتي صقر، أول نظرة، أول يوم، كيف وليش ومتى وشو وكيف؟ أول ما شفتك باليمن. شو باليمن؟ يعني وانت بعرفش وين كنت، وين كنت انت؟ السعودية. لا، هي هاي المنطقة لما كنت فاتح بيت يوميتها مع شو اسمه، مع هاي، شو اسمها هاي، ام زرق، ام عيون زرق، ساري. ساري. وبعدين شو صار؟ بعدين شو اسمه، رمز اسمه محمد، شفتك وهيك ضلتني اتابعكم انت وياها وهيك من هذا الحكي، وبس لين الله فرجها علي وانفصلت وهيك، وبس حطيتك براسي وجبتك.
الخامس. السؤال الخامس، اسأل. شو الشيء الذي بيخليك بتتركين صقر غير الخيانة؟ غير الخيانة؟ غير الخيانة. هي الخيانة. غير الخيانة. الخيانة أوكي، ما نختلف عنها، متفقين عليها. غير الخيانة. ما في والله غير الخيانة، ما في. ممكن الكذب أو الاحترام أو الاهتمام، هدول ممكن إني أتركك عليهم. يعني بعد معك فترة يعني لما ألاقيك بتتركيني عشان كذب؟ ما بتهتم فيه. استنى خليني أحكي. يعني هلأ إذا ما لقيت عندك اهتمام، ما عم تهتم فيه ومهمني. على فكرة الفقر والفلوس آخر إشي بهتم فيهم هدول، يعني ما تكتبوا لي على الفلوس وهيك، آخر همي أصلاً. أنا أطير وهي وافقت علي أصلاً، وهي عارفة أني مطفر، وهي قاعدة أصلاً تشتري لي آيس كريم وتدخلني الأرجيلة تشتري لي أشياء. أيه. حبيبي الله يسعدك. كبسي. إذا ما لقيت منك احترام يعني بشكل عام إلي أنا، ما عم تحترمني، ما عم بتقدرني، فإنه ممكن إنه ننفصل لا سمح الله. بس أوكي، السؤال الخامس، شو الأشياء اللي ممكن عندي يا جماعة النت عندي بعلق عنده سكر النت عندك بيعلق. فما بيعلق. والله بيعلق يا جماعة. شو يعني خلصت الأسئلة؟ خلاص وقفت. كبسو كبسو. أخي ودي أوصل لكم رسالة. قديش عندك؟ عطيني عطيني كتم. احترافي بعض. طب اوكي. انا ما احب ارد، تعرفني ما احب ارد. قلت لك لا تضحك عليك زي الاولة. اخي لا تصير امراض اصلا. سالي ما بيني انا اياها مثلا ما ضحكت علي بشيء، ما شفت منها الا كل الاحترام كل تقدير هي واهلها. لا تتركك زي ما كان بيننا اصلا شيء رسمي، وحتى هذه الحين ممكن بكره خلاص تنتهي العلاقه، تنتهي كل شيء، لانه مجرد ما في شيء رسمي عشان تقول لا تتركك. وبعدين تقول الاولى طلعت تتبكبك وتقول أصلاً ما تكلمت، رقت سالي سوت أو سوت سوت. وبعدين تسمعني هي، بعدين مستحيل اللي عنده أحد زي هالقمر مستحيل يتركها. شوفوا 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 الشفايف محلاها، شوفوا عيونها، شوفوا نظراتها، شوفوا مسكة يدها، شوفوا شعراتها، شوفوا 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 الشعرات حقها كيف حرير يا عمري. شوفوا مناكير البقرة، عندها مناكير لون البقرة والأخضر والسماوي وال الثنائي. شوف خدوده كيف حمرت يا عمري، عسل. ترى مش حاطة كتم أنا. أسألك بالله. والله يا عمري يعني سمعتي كل ذا كلام؟ يا ماما. يا أمي. إيش قاعد فاتحة لايف ليه؟ ماشي. اسمعي جيبي لي شوكولاته معك. قولي لها جوز بنتي. ايه شوفي سوبر ماركت خلاص جيبي لي شوكولاته. باي. بالمطبخ عم بعمل معجنات سيف. مش عارفة ألبع شف. الدبل يا اخوان فتح. دبل دبل يطلع. الدبل يا جماعة. شباب افتحوا الدبل. الدبل. افتحوا الدبل. الدبل يا عم. كفو كفو، أول مرة يكتم عندي الدبل. يلا الدبل الدبل الدبل. شباب اللي مو ضايق.
شباب اللي مضايفة يضيفها بالله، باقي لها 3700 تدخل 100,000 بالله. خلونا خلوها تدخل الحين قبل نسكر البث. اللي مضايفة يضيفها، ضيفوا حسابها فوق، هذا هو إن جي، اضغط على حسابه وضيفوا كلكم. شوف كبسوا وش هذا كبسوا 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 صدقني كانك فلبيني والله. والله ما في غيرك فلبيني، زين فلبيني. ترى هند بالواقع غير الجوال بكثير. انت هندي؟ والنعم. اخوي سيف عم بعمل معجنات. وين سيف؟ بالمطبخ بعمل معجنات. بالله شكرا على الوردات. شكرا. Thank you. رب ترى في الحقيقة أجمل من كذا بكثير. صدق أن صرت ما عاد ودي أطلع معها، تدري ليش؟ أخي ترى جميلة جدا جدا، لما نطلع معها أمشي كل اللي كل العالم محسسين العالم كلهم ما في بنت في العالم إلا هي. كلهم يطلعوا، كلهم يشوفوا وجهها، تحسون وجهها غريب. زي أحلى إيش اليوم كنا طالعين بحكي لصقر تغير أوعية، فولا في طفلة صغار تتذكر؟ طفلين صغار ولا بحكي لهم ألف ولا بقولهم لبستي حلوة ولا بيحكوا لي آه حلوة، صاروا يلحقوني صقر غار منهم. أنت غبية ناصري، ألف مرة قاعدة أقول لك ما تكوني تتكلمي مع أحد وأنا موجود معك. ليه صقر عادي؟ كلهم أطفال صغار يعني، شو أكبر؟ أنا أكبر منهم يا ابن الحلال. ما هو عمرهم تقريبا 10-11 بس. فكروك خفيفة، فكروك شفتي صاروا يطاردين وراك بالمول كلهم، يعني كل يعني مفكرين انك بتعطيهم سلابك ممكن لا سمح الله. سدوا 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 يلا سدوا. طب ما يخدسوا لي يا رب ما يخدسوا. يعني بالله عليكم ما في احد يحفل بمية؟ وين بابا؟ بابا متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. ما عنده أخوات الربع، أخواتها متزوجات كبسوا. هاي آخر حربة حقي بالضبط، آخر عنقود.